حصل اللاعب الدولي بدر المطوع على جائزة جولدن وان لأفضل لاعب محلي في الموسم الرياضي المنصرم بعد منافسة شرسة مع لاعب الكويت فيصل زايد ولاعب كاظم مشار العازمي، وذلك خلال الحفلة الذي أقيم برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. تقرير الزميل أحمد العنزي يستعرض جوائز الموسم الرياضي. هو حفل يعد الأبرز والأمتع والأمثل لم تشهده ساحة الرياضية المحلية على مر السنين. استمتع الحضور الكثيف في حفل جولدن وان لجائزة أفضل لاعب محلي للموسم الرياضي الحالي برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. سعيد نجاح هذا المهرجان نسميه أو هذه المسابقة أو هذا الحدث، لأنه بالفعل صار لي فترة طويلة على أعصابي شاد، أنا خايف يعني أنه يصير فيه محاماة ولا تدخلات ولا يعني اي شيء يعكر صفو هذا الحدث. والحمد لله اللي شفنا كلنا، الكل كان مستانس والكل كان سعيد بالاجواء هذه الرياضيه، الكل بالحقيقه انا اشكر كل من ساهم في هذا اللقاء، في هذا التجمع، في هذا الحدث، بالفعل مجهود كبير. شكرا لراعي الحفل معالي سمو رئيس النائب الاول رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وأنا شاكر وشاكر حضور ولد الشيخ فهد نيابة عنه لظروف طبعا انشغال والده، وهذا دليل حرصهم على الاهتمام بالشباب الرياضة والرياضيين. جائزة جولدن وان خضعت لعدة معايير دولية بإشراف شركة أنستات المتخصصة في إحصائيات كرة القدم وبتصويت إعلاميين ومدربين وجماهير، ونال أسطورة الكويت بدر المطوع جائزة أفضل لاعب في الموسم في نسختها الأولى. أشكر راعي الحفل وكل القائمين على هذا الحفل الأكثر من رائع. يمكن احنا سنوات خدمنا في الرياضة في كرة القدم، كنا نتمنى نشوف نفس هذه الجوائز ونفس هذه الحفلات اللي تعطي قيمة للاعب. الحمد لله يمكن في نهاية مشوارنا شفناها، يعني حفل ولا أروع، الكل فايز للأمانة، أنا أو مشاري العازمي أو فيصل زايد سواء ترشحوا إلى التوب 3 مثل ما يقولون، الكل فايز. الحمد لله يمكن أنا تفوقت في أصوات معينة أو صوت ما أدري شنو النتيجة اللي كانت، لكن للأمانة بالأخير الكل فايز. بوجهة نظري إن الكل فايز، يمكن بدر أكبر منهم بالعمر. للأمانة هالمرحلة ما فيها هار لك، خصوصا إني قاعد أنافس يعني مثلا الكابتن الكبير بدر المطوع والكابتن فيصل زايد محقق 3 بطولات، قاعد ينافس ناس يعني مثل ما تقول يعني واحد عنده انجازات، واحد عنده انجازات شخصيه وتاريخ طويل وباع في يعني في كره القدم الخليجيه مو بس الكويتيه، والحمد لله هذا شرف لي اني انافسهم. جائزة أفضل لاعب إناشئ كانت من نصيب لاعب القادسية عيد الرشيدي، فيما فاز فواز المبيليش على جائزة هداف دوري الناشئين. في المقابل حصل لاعب العربي حسين الموسوي على جائزة هداف الدوري، بينما حاز زميله سليمان عبد الغفور على جائزة أفضل تصد في الموسم، في حين كان أجمل هدف من نصيب اللاعب يوسف ناصر. بالبداية الجائزة هذه تعني حق عيد الرشيدي الكثير، جائزة تحفيزية وإن شاء الله بإذن الله. يعني أول شيء ما نبي ننسى اشكر الداعمين واشكر كل اللي سعوا انه ينظمون الجولدن ون، وان شاء الله باذن الله في السنوات القادمه انها تستمر وما تنقطع هالعاده هذه، لان هذا شيء حافز لكل اللاعبين الكويتيين. باذن الله ان شاء الله في السنوات القادمه اطمح ان اكون من جائزه الجولدن ون وليس الجولدن يوث، واسال الله التوفيق في القادم باذن الله. احب اشكر كل اللي قاموا على هذا الحفل، يعني مثل ما انت شايف هذا الحفل يعني الكثير حق اللاعبين ويعطيهم العافيه، يعني ما قصروا، وصراحه يعني الشيء يعني جدا راقي، يعني كل شاف الحفل وكل شاف يمكن هذا هنشوفه بس بالدوريات الاوروبيه يمكن، والحمد لله ان قدروا ان يسوون شيء حق اللاعبين ويدعمونهم، هذا حتى اللاعب حق الموسم الجاي يعني يعطي من نفسه اكثر ويشد حيله اكثر حتى يوصل حق الجائزه هذه. مجموعه الراي الاعلاميه كانت احد الداعمين لجائزه جولدن ون الى جانب دعم الهيئات العامه للشباب. احمد العنزي، الراي.